في خلال يعني سنة ونصف يعني لن يستطيع المواطن الجزائري أن يعرف أين كان هذا الإطار وأين كان هذا الإطار. نحن في يعني نحن أبناء حركة واحدة، يعني في آخر المطاف نحن اشتغلنا معا لسنوات طويلة. أنا في الحقيقة يعني كنا معا شخصيا، كنت في مكتب التنفيذ الوطني منذ التأسيس يعني، وعدد من هؤلاء يعني كنا معا في قيادة الحركة، وواجهنا الويلات معا، واجهنا الإرهاب معا، وواجهنا يعني لكن الوحدة بهالطريقة شيخ. نعم، هؤلاء أبناء الحركة، هؤلاء أبناء الحركة. نحن لم نعطي شيئا لأناس يعني غريبين عن الحركة، هؤلاء أبناء الحركة، ولا فرق يعني أبناء الحركة عادوا إلى حركتهم، ما فيش لا فرق يعني بين هذا وهذا في حركة واحدة. جميل. يعني أنا شخصيا لا أشعر بالفرق بين هؤلاء الإخوة جميعا، سواء اللي كانوا في الحركة أو في جبهة التغيير. ربما شخص بعيد لا يعرف التاريخ، لم يمارس الوظيفة القيادية في زمن الشيخ محفوظ نحنح، يظهر له هذا الأمر مستغربا. أنا شخصيا لا يظهر لي مستغربا. نعم شيخ، يعني هم إخواننا ونحن نفس الفكر ونفس التوجه ونفس التاريخ يعني، وكذلك نفس المستقبل إن شاء الله.